بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الحلقه الثالثه في سلسله عرفني اردوينو. بروجكت النهارده عباره عن شاسيه روبوتر موجود قدامنا، عايزين ان احنا كنترول عليه بابلكيشن موجود على الاندرويد او على الموبايل بتاعنا. التولز اللي هحتاجها النهارده، انا هحتاج اردوينو. النهارده هنشتغل اردوينو ميجا. الكود اللي احنا هنعمله هو ممكن يشتغل اردوينو اونو، مش هتفرق في حاجه، بس لو احنا عايزين نغير البنز لازم نخلي بالنا من البنز، لان الاردوينو ميجا فيها بن اكتر من الاونو. بلوتوث موديول 3.3 فولت، الفي سي سي هيكونكت على 3.3 اللي جاي من الاردوينو ميجا، الجراوند هيكونكت على اي جراوند من الميجا، الار اكس هيكونكت مع تي اكس في الاردوينو ميجا، والتي اكس مع الار اكس، ترانسميت مع ريسيف وريسيف مع ترانسميت. احتاج بريد بورد، باور باتري كيس، موتور درايف، اتش بريدج. اتش بريدج ليه شكلين، ده شكل من اشكال الاتش بريدج، وده شكل تاني من اشكال الاتش بريدج، وده الروبوت شاسيه اللي احنا هنشتغل عليه باربع مواتير. ده الروبوت شاسيه اللي احنا هنشتغل عليه اربع مواتير 6 فولت. ده شكل من اشكال الاتش بريدج، شكل تاني يعتبر قديم شويه. فكره الاتش بريدج او الميكانيزم بتاع الاتش بريدج، ده طبعا الهيت سينك بتاعنا او الثلاثه سوكت هنا، ده ال 9 فولت، ده ال 5 فولت، وهنا الجراوند. ممكن ان احنا نكونكت، احنا زي ما شفنا الروبوت شاسيه بتاعنا اربع مواتير، فاحنا هنجيب الاثنين اللي على اليمين على الجزء اللي على اليمين، والاثنين اللي على الشمال على الجزء اللي على الشمال. لو شفنا، لو ركزنا في الجزء اللي قدام هنا هنلاقي فيه اثنين جامبر، اثنين جامبرز واربعه بن هنا. اول جامبر ده يعتبر الانيبل بتاع الجزء او المواتير اللي هتركب على الجزء الشمال، واخر جامبر على اليمين يعتبر الانيبل بتاع الجزء المواتير اللي هتركب على اليمين. الاربعه بن في النص، اول اثنين بيوصلوا على، اول اثنين بيكونوا كنترول على الموتورين اللي على الشمال، واخر اثنين على اليمين بيكونوا كنترول على الاثنين اللي على اليمين. يعني لو احنا عندنا موتورين على الجزء اليمين، على الجزء اليمين هنا، لو عملنا اوتبوت على واحد من الاثنين الفاليو بتاعته بواحد والتاني بصفر، كده احنا الموتير هتمشي لقدام. لو عكسناها كده ريفرس، الموتير ترجع لورا. شرح حاجه زي كده او مثال لحاجه زي كده، كده احنا هنكونكت واحد بصفر واحد، يعني هنعمل اوتبوت جراوند، ده يعتبر السالب، وهنوصل الموجب. كده الموتور بيمشي لقدام، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. لو عكسنا الدايركشن كده الموتور يرجع لورا، او الدايركشن بتاع الموتور، لو عكسنا الدايركشن بتاع الموتور كده الموتور هيكون هيرجع لورا، او الدايركشن بتاعه يكون العكس. دي فكره الاتش بريدج ببساطه. طيب دلوقتي هنبدا في طريقه التوصيل. طبعا طريقه التوصيل او كيفيه التوصيل هتكون مرفقه مع فيديو او حلقه النهارده ان شاء الله، اللينك هيكون في الديسكربشن. الموضوع مخصص لحلقه النهارده على الموقع، هيكون فيه الكود اللي هنتعامل معاه على الاردوينو، وطريقه التوصيل شرح التوصيل والرسومات هتكون ان شاء الله على نفس الموضوع. طيب دلوقتي نبدا التوصيل. طيب في حاجه بس نسينا نقولها، ان احنا ده الشكل القديم، ده الشكل الجديد قصدي الاتش بريدج، ده الشكل القديم للاتش بريدج. الاثنين فيهم الانيبل، ده الجامبر بتاع الانيبل بتاع الجزء اليمين، وده الجامبر بتاع الانيبل بتاع الجزء الشمال. الاثنين فيهم انيبل، فالاثنين دولت الانيبل يعتبر ان انت بتقول للموتور خليك جاهز ان انت تشتغل، بس لسه ما تشتغلش لحد ما اقول لك. بمعنى ايه؟ بمعنى الاثنين دول لازم يوصلوا على الفي سي سي على طول، على حس ان هم كده ريدي تو يوز، الاثنين كده انيبلد خلاص. ده الجزء بس اللي احنا نسينا نقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا التوصيل دلوقتي هنبتدي نشوف الكود المخصص للبروجكت النهارده. اول حاجه هو احنا بنبتدي نعمل انيشاليز او بنعرف مجموعه من الفاريبلز. اول حاجه هنبتدي ان احنا هنعرف البن اللي هيركب عليها الليد بتاعتنا. تاني حاجه هنبتدي ان احنا نعرف البنز اللي هتركب على جزء A وجزء B المخصص في الاتش بريدج. فبن 6 هتوصل برقم 6، دي تعتبر بي 2، وبن 7 هتوصل برقم 7 دي بي 1، بن 8 هتوصل برقم 8 A 2، بن 9 هتوصل 9 ودي تعتبر A 1. بعد كده اخر حاجه خالص، اخر حاجه في الانيشاليزيشن بنبتدي ان احنا نعرف او نعمل انيشاليز لفاريبل من نوع كاركتر، ده بيستقبل حرف واحد بس وهنسميه بلوتوث داتا. في السيت اب احنا هنا بنبتدي ان احنا نعرف الدايركشن بتاع البنز بتاعتنا، سواء كان اوتبوت ولا انبوت. زي ما قلنا قبل كده في البروجكت اللي فات، ان اوتبوت الدايركشن بيكون جاي من البورد، الكهرباء تطلع من البورد للبنز. فاحنا هنا عايزين ان احنا ناوت
ان اوتبوتس على البنز بتاعتنا، فعرفنا الدايركشن بتاع الاوتبوتس بتاع البنز اللي فوق كلها اوتبوتس. بعد كده عملنا سيريال تو بيجن والديفولت ريت 9600 كده، ان احنا بنبتدي نفتح اتصال مع البلوتوث موديول بتاعنا. في اللوب بيبتدي البرنامج بتاعنا فعلا اكسكيوت، فاحنا هنا بنعمل اف ستيتمنت لو السيريال دوت افيلبل، لو في كونكشن استابلشد او كونكشن اتفتحت مع البلوتوث موديول بتاعنا اللي راكب على الاردوينو، يبتدي ان هو يريد الداتا ويخزنها في الفاريبل بتاعنا اللي هو بلوتوث داتا. بعد كده بنبتدي نعمل اف ثانيه، لو الداتا دي ايكوال ال يعني ليفت بيبتدي ان هو يتحرك ليفت وبينور الليد، لو ار رايت بيبتدي ان هو يتحرك يمين وبينور الليد، لو اف فورورد بيبتدي يتحرك قدام المواتير كلها تطلع الاربع مواتير يتحركوا قدام، لو باكورد بيبتدي المواتير انها ترجع ورا، لو اس يعني ستوب يعني كل حاجه بتبقى في مكانها حتى الليد تقفل. ده الكود، لو احنا حابين نغير حاجه زي كده ممكن نغيرها من الاف ستيتمنت، بس الابلكيشن اللي احنا هنتعامل بيه النهارده بيبعت الداتا ال ار اف اس بي، فاحنا ملتزمين بحاجه زي كده. بعد كده نبتدي نعمل ابلود. طيب دلوقتي بعد ما عملنا ابلود للكود بتاعنا بعد ما شفنا طريقه التوصيل، فاضل حاجه واحده بس ان احنا نعمل داونلود وانستول للابلكيشن اللي من خلاله هنقدر نكنترول على الروبوت بتاعنا او على الشاسيه بتاعنا. في حل من اتنين، في حاجه من اتنين، لو احنا ممكن نعمل ابلكيشن خاص بينا ودي حاجه يعني ممكن تاخد وقت، فاحنا على طول في ابلكيشن يعني ابلكيشنز الاندرويد بيكون ما فيش اكتر منها للجوجل بلاي. الابلكيشن اللي هنتعامل بيه النهارده اسمه اردوينو بلوتوث ريس كار. بعد ما نعمل داونلود وانستول، هو طبعا فري تو انستول، هنعمل لوجن، هنعمل كونكت. تمام احنا كده كونكتد. طيب نبتدي ان احنا نجرب. طيب عشان نشوف الشاسيه نفسه. طيب احنا دلوقتي بنجرب الشاسيه بتاع نجرب الروبوت الشاسيه في مكان بس قريب من الباور سورس، لان الباور سورس بتاعنا جاي على طول من الحيطه. احنا طبعا ممكن نغير الكلام ده كله بالباتري كيس، ممكن احنا نريبليس الباور سورس جاي من الحيطه على طول بباور سورس او بباتري كيس. نبتدي ان احنا نجرب كده، قدام ورا شمال يمين. تمام كده الروبوت شغال، كده الكود بتاعنا مظبوط، التوصيلات بتاعنا ما فيش فيها اي حاجه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ان شاء الله الكود او طريقه التوصيل الاثنين ان شاء الله يكونوا موجودين في الموضوع المخصص لحد النهارده. ده كان فكره او بروجكت النهارده، ان شاء الله البروجكت اللي جاي هيكون على نفس الشاسيه بس باستخدام السنسورز او بالديستنس سنسورز الالتراسونيك. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ان شاء الله زي ما قلنا الكود وطريقه التوصيل يكونوا موجودين على الموضوع المخصص لحد النهارده. شكرا للمتابعه، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا.